مرحبا بحضراتكم في الزراعي مباشر، وزي ما اتفقنا ان احنا نبقى موجودين في كل مكان في مشاكل متعلقه بالصياد المصري، بالفلاح المصري، بالمواطن. قريه الماكس من القرى المهمه جدا، القريه دي بيعيش بيها عدد كبير جدا من الصيادين، حياتهم كلها المفروض ان هي على الميه. قريه الماكس دي زمان كانت المفروض ان هي منطقه بتتمتع بطبيعه خاصه، المنطقه دي فيها مياه من الصرف الزراعي، المياه دي كان الصياد بيستخدمها بيصطاد فيها، بتطلع لنا انتاج جيد جدا. مع مرور السنين ظهرت مشاكل، مع مرور السنين اتغير الحال. احنا واقفين دلوقتي المفروض ان دي ميه صرف زراعي، لكن الوضع اتغير. انا حضرتك زي ما انت شايف حضرتك دي بقت تلوث بيئي رسمي، يعني هنا دينا قدر حضرتك كان عندنا اكثر من 10,000 مواطن هنا في الماكس عايشين على الميه الحلوه وميه البحر، فبتعمل سمكه نظيفه الناس بتعيش منها. النهارده شركه بترومنت راميه سم في الميه، الصرف الصحي مش عارفين جاي لنا منين، من جوه برضك مش عارفين جاي لنا منين. الناس زهقت، الناس بقى عندها الناس المرض مساكم كلهم من سبب الميه. زي ما انت شايف حضرتك البيوت بتاعتهم على الميه، واخد بالك؟ يعني احنا واخد بالك هنا، واخد بالك يعني احنا بقى لنا عمرنا كله، احنا مولودين هنا ومتربين هنا، يعني احنا اكتر من الماكس دي طول عمرها مكان الناس بتيجي تشم شطرها عشان صدرها يخف. تعالى انا بقى تلاقي زي ما انت حضرتك شامم، مفيش يعني ما عادش في حاجه خالص، وما حدش سال فينا، وبنناشد وبننادي يا جماعه تعالوا شوفونا، كل واحد يجي كل مسؤول يقول لك اه ان شاء الله واخد بعضه يمشي. عايزين حد يستغيث، الناس بتستغيث، يعني الناس هنا في المكسب بتستغيث، عايزين حد يغيثهم من القرف اللي احنا فيه ده. الصرف الصحي اللي موجود هنا ده جاي منين؟ يعني البيوت بتاعتكم اللي هي بيوت الصيادين دي ملهاش صرف صحي؟ هي مش على شبكه؟ لا ده زي ما انت شايف هنا البيوت هنا، خد بالك ما في هنا في شبكه شغاله، بس هنا الصرف كله جاي من جوه، من ناحيه من شركه البترول وبترومنت، كل الصرفات كلها جايه من جوه مش من هنا. حضرتك لو دخلت دلوقتي مركب جوه هتشوف المواسير 40 بوصه و50 بوصه بترمي، يعني مش عارف، ما رضيش ربنا برضه، ناس غلابه يعني، ما هو دخلهم الرئيس ده اكل عيشهم. مكان زي ده لو موجود في اي مكان في العالم بيعتبر مزار سياحي، ده مجرى سياحي، ده حضرتك الماكس طول عمرها حضرتك مزار للصحه، الناس اللي عندهم رعب، اللي عندهم حساسيه في صدرهم، الدكتور يقول لهم روحوا في الماكس، روحوا شموا شاتليوت بتوع الماكس تخفوا. النهارده ما فيش الكلام ده. شايف ان في مراكب كتير حتى ركنة، يعني مش طالعه الصبح، ما فيش رزق حضرتك، هيطلعوا يعملوا ايه؟ ملوثوا الدنيا. النهارده الصياد بيطلع الصبح بيطلع بيغرم بنزين وبيغرم ده، ويطلع المركب فاضي زي ما هي، الغزل بتاعه فاضي زي ما هو، مفيش خير، ما عادش في خير، يعني مش عارفين احنا. مين من المسؤولين بيجي عندك هنا او بيجي يسال عنكم او يشوف المشاكل بتاعتكم؟ احنا بنتصل بالمسؤولين ياما، بيبعت لهم شكاوى، بتقول لك جاي لكم محدش بيجي، يعني حضرتك لو دخلت المحافظه هتلاقي شكاوى قد كده، دخلت مش اي مكتب شكاوى قد كده، محدش بيجي يسال فيهم خالص اساسا. لما انت شايف منظر الناس، بص الناس عامله ازاي، واخد بالك؟ الناس قاعده في حاله ياس، يعني مش بعدين الثروه السمكيه قلت نتيجه الانعدام، مرمي في الارض الميه دي مجاري وصرف سياحه وصرف شركات، واي حد بيرمي في الميه دي يعني نتيجه ان مفيش سمك، التلوث اللي فيها ده كله اكبر، لان السمكه ما تقعدش وتموت فيها، ورزق الناس دي كلها عليه. كل اللي ساكنين هنا صيادين؟ كله صياد، كلهم صيادين، صيادين وعلى باب الله بيجوا بياخدوا سمك من هنا، مفيش. المنطقة دي كانت مخصصة ان للإقامة ولا فعلا كان ده مكان بيصطادوا منه؟ يعني هو ده كان عيش فقط؟ ده مكان صيد اصلا، كانت بتيجي منطقة الماكس دي مكان صيد اصلا، زي ما قال لك الاستاذ، كانت دي بتيجي فيها الناس علشان تشم شويه هواء نضاف، دي كلها صيادين، كلها صيادين، صياد ابن صياد. النهارده الريحه اللي طالعه من الميه حرام. فينيسيا الماكس المفروض هننزل دلوقتي نشوف مشكلتها ايه، وهننزل نتابع من داخل الميه الحال بقى غير الحال. المشهد مؤسف جدا، المفروض ان انا واقف ما بين ميه صرف زراعي وما بين مياه البحر المتوسط، وبالتالي الريحه اللي احنا شمينها، السمك اللي موجود اكيد يعني بيحصل له نوع من التسمم ومن التدمير، لانها مياه بدون تحليل بالعين المجرده كده نقدر نحكم عليها ان هي مياه مسممه. احنا واقفين قدام مياه صرف صحي. دي احد المراكب الصيد المفروض ان هي راجعه من البحر برز. هو ده الصيد اللي انت اصطادته النهارده؟ ايوه ده السمك ده كله. ايوه
سبع انفار والميه دي معفنه هي اللي مبوظه البحر كله. ايه انواعه ده؟ شجاره ومياس والكلام ده يعني. بص الرئيس ورا اهو. انا عايز اتكلم، تعالى تعالى بس، تعالى هكلم الرئيس بس هكلمه. انا انت معاك عشان مفروض ان احنا موجودين دلوقتي في قرية المكس او فينيسيا كما كان بيطلق عليها، ان هي مزار سياحي، ان هي مقر دائم لإعاشة الصيادين ومراكبهم. الحالة اتغير فعلا. اتعرف بيك يا حاج؟ اسم الحاج حنفي. حاج حنفي؟ اه. قبل حاج حنفي اتكلم معاك، المكان ده جميع الافلام بتتمثل فيه، الشبع بتاع احمد عز وجميع الافلام اللي بيجوا صوروها بس هنا، يعني يعتبر فينيسيا ده كان. مياه الصرف الصحي لما تبقى موجوده في مكان زي ده وتلوثه دي كارثه بيئيه. يعني يا استاذ محمود هنجيب الصوره هنا زي ما احنا شايفين، دي ماسوره صرف صحي معفنه. ده صرف صحي اللي احنا شايفينه، دي صرف صحي، دي زباله بترمي عرف. بص الماسوره قد ايه غير هنا بقى. بص الجنب الثاني برضك، بص الجنب الثاني ماسورتين مع بعض. بص ماسوره قد ايه، وبص ماسوره قد ايه، بص الصرف، بص هنا قد ايه، بص الجنب التاني عامله ازاي، بص الجنب التاني هنا، صور الجنب التاني، بص الجنب التاني عامل ازاي. دي مضيعه السمك ومضيعه الدنيا ومضيعه كل حاجه، مفيش حاجه. وزي ما عم حنفي قال لك اي فيلم بيتصور هنا دلوقتي مفيش حاجه بتتصور، ومفيش حد بيجي اصلا يبص علينا، مفيش غير انت اللي حضرتك جيت النهارده بصيت علينا، ولا حد بيسال ولا حد. المكان اللي احنا بنتكلم عنه ده المفروض ان ده مجتمع في ناس عايشه، في خدمات، في اطفال المفروض ان هي تتعلم. ايه الخدمات اللي في المكان ده؟ احنا كنا بننزله هنا احنا كنا بننزله نستحم ونشرب الميه دي، خلي بالك. كان الاول واحنا صغيرين نتوضى ونستحم وتشرب منها الميه دي، كان الاول ميه جايه من النيل ما فيهاش تلوث. بقول لك شركات البترول وشركات رصاص وشركات مش عارف جايه منين ومنين ومنين ومنين، كل ده انت عارف. بص خليه يصور المركب كده من تحت، صور سيادتك المركب من تحت. بص ده كلور، ده كلور من ناس اميات، ده يجيب السرطان. ده بص من تحت، بص ده كله، ده هو كله الصرف اللي بينزل الحاجات. بص عامل ازاي في المركب، انا عامل بسبب المايه دي، بسبب ما بشرب المايه، بستحمى شربت مايه معيت اللي قاعدين في المستشفى. طبعا يعني انا عايز بقى يعني اسال، انتوا عايشين هنا بقالكم سنين، سبب المشكله دي ابتدى امتى ومن كام سنه؟ من حوالي بتاع اكتر من 15 سنه. لا الصرف الصحي واكتر ده حوالي 30 25 سنه 30 سنه. مش انت لسه كنتش اتولدت انت؟ انا عندي 70 سنه، انا عندي 70 سنه، وامي صياده وابويا صياد وكل العيله صياد، وعيشتنا كان كلها من عيشه المكس ده كله كان من هنا، والسمك ده كان بيخش لغايه البر تجيبه كده. دلوقتي ما فيش سمك، ما تجيبش سمك من هنا، تجيب سمك من عجم من اخر الدنيا اللي هي الميه النظيفه دي. دلوقتي هو في حلين، الصرف الصحي اللي هو نازل على الخندق لوث طبعا الميه الحلوه ونازله على البحر، بقى التلوث من اول المكس لحد الدخيله. تاني اهم الشركات بترمي صرفها بمخلفات بتروليه وحاجات من كده، فموتت السمك، حتى الرزق بتاع الناس دي ما فيش حاجه، ما فيش رزق خالص بيطلع زي ما انت شفت كده حضرتك. البيوت اللي هنا دي، البيوت اللي احنا شايفينها دي كلها، دي ليها شبكه صرف صحي اساسا؟ بترمي برضو على المايه. بترمي على المايه؟ لا بترمي على المايه. خلال السنين دي حضرتك بتقول لي بقى لي 70 سنه ربنا يديك الصحه، ما فيش حد جه قال لكم عايزين ايه؟ كل شهر بيجوا ياخدوا تحاليل من المايه ويقول لك هنعملوها او نسوي، ولا بيعملوا اي حاجه، هنتكلم ولا بيتكلم، وياخدوا تحاليل ويجوا دكاتره ويجوا مش عارف ايه ويجوا بتوع معامل وياخدوا ميه والصرف وبتاع، ولا حد بيعمل حاجه. وبتوع الانتخابات بيجوا هنعملوا لكم وهنكلم، ولا حد بيعمل حاجه. التطوير يعني ربنا يعني عايش. لو انا جيت اتكلم على ان انا اطور البيوت دي زي ما هي موجوده، لان في ناس عايشه، ان انا اطور لك البيت ده وان يبقى ليه شبكه صرف صحي، ليه ميه نظيفه حلوه، ده اللي احنا عايزينه. مفيش تطوير، دي تعتبر دي منطقه عشوائيه زي ما انت شايف، وبيطلع منهم بص بيطلع منهم دكاتره وبيطلع منهم مهندسين، خلي بالك. يعني الصيادين غلابه، الصيادين غلابه بس بيربوا عيالهم، فيهم دكاتره، بيطلع منهم دكاتره ومهندسين. هيعملوا ايه؟ هو عشتهم على كده. احنا كل ما بندخل في المجرى المائي
التلوث بيقل ولا برضه التلوث جاي من الدرس؟ التلوث بيجي من جوه. انا شايف ان انا عندي هنا يا اما بيت من دور واحد يا اما اكتر من دور، مفيش تنظيم. يعني هو المنطقه اتبنت اساسا عشوائيه، هي دول امرها. الدوله دلوقتي بتتكلم على تطوير العشوائيات. اه فين منطقه الماكس من التطوير؟ فين منطقه الماكس من انا اطورها بالصيادين اللي موجودين فيها بناسها زي ما احنا شايفين؟ الكاميرا تجيب لنا الصياد موجود بيشتغل في ظل الظروف الصعبه جدا، جنب بيته بيغزل شبكه بينزل بالمركب بتاعته. احنا نقدر نساعد الراجل ده ازاي؟ الراجل ده بيقول انا محتاج ميه نظيفه عشان اصطاد فيها. احنا ما عندناش حل تاني غير ان احنا نلوث المكان ده، المكان اللي هو ليه تاريخ، المفروض ان احنا ده يبقى مزار سياحي يضاف للمزارات السياحيه اللي موجوده عندنا في مصر. الوضع سيء جدا، الوضع بيحتاج الى نظره. اشرح لي بقى كل ما احنا بندخل بنروح فين؟ يعني ايه المكان ده؟ في بقى مكان ده حوالي كيلو كده اخره بقى في مكانات الري اللي هو بينزل منها الحاجات دي كلها بتاع اسكندريه. هو ده صرف الزراعي بتاع اسكندريه. بالنسبه للسمك كان بقول لك السمك ده اي مكان عايز تجيب منه سمك من هنا هتجيب سمك. ده فيش دلوقتي ولا سمك. او بيجوا بتوع الزريعه هم اللي بيعملوا دلوقتي، بيعملوا مفارق سمك وبتاع ويحاولوا يعني بياخدوا زراعة وبيحاولوا مثلا يجيبوا سمك ويعملوا سمك ويطوروا سمك. لا ولو حط زريعة هنا مش الاول زريعة ياما، دلوقتي ما فيش زريعة ما تعرفش تجيب واحدة منين. الزريعة دي كانت لو عايز مليون ملايين بتجيب، دلوقتي خلاص المية الملوثة دي بتموت السمك. المية دي طبعا بتنشي السمك. السمك ده عايز مية نظيفة عشان يعيش فيها، دي مية ملوثة هيعيش فيها ازاي؟ زي ما انا وريتكم كده، اي مركب تبص عليه من تحت، اي مركب يعجبك من دول بص عليه من تحت تلاقي فيه بتاع ابيض كده اللي هو اهو. بص سيادتك، بص هتلاقي الابيض ده، دي بقى الحاجات اللي هي السميه اللي جنبه كده واللي جنبه كده. أنا ما بيجوش يفتحها، بس المكان ده أثر من زمان، من ألفات السنين. المكان في مكان في النص هنا كده اسمه يد زوي، احنا بنسموه اسمه ايه؟ اسمه يد زوي. يعني ايه بقى؟ احنا مسمينه وانا ما اعرفش إيه معنى الكلمة. ده بقى بيقول لك فيه أثرات. ده بيقول لك فيه أثرات، أثرات اللي الله أعلم بقى. يعني لسه ما حدش اكتشفها يعني. عفاريت. اللي موجود فيه في حاجة اسمها عفاريت. نظام ايه؟ نظام قصر. في نظام قصر، نظام قصر معمول كده. احنا عفاريت. وبالوضع اللي احنا شايفينه ده خلونا عفاريت، وبعدم الاهتمام ده فعلا الناس بتقول على روحها بقينا عفاريت. ده بقينا عفاريت والله، ده العفاريت زي ما انت. بس على فكره يعني احنا حتى الريحه ابتدت هنا بتقل، يعني هو مواسير الصرف الصحي دي. الصرف بقى من ايه؟ في مواسير بتنزل على هنا. المواسير من فوق كده بتنزل على هنا. يعني انا اقصد لو احنا ابتدينا بمشكله نحلها، كل ما نقرب مكنه الري بيبقى الميه نظيفه شويه، بتخش على الماكس كده بتبقى متلوثه. عارف ده معناه ايه؟ ان مكن الري ده بيجيب له ميه حلوه، ميه صرف زراعي ما هياش ملوثه. بعد ما بيجي لي هنا في الماكس بيبتدي تتعرض لعوامل التلوث، بتبتدي نخلطها بمياه الصرف الصحي. بعد ما هي اساسا سبحان الله هي مكان موجود طبيعته ان هو صرف زراعي، مكان طبيعته انه ممكن استزرع فيه اسماك، الصياد عايش فيه وبيصطاد منه، بقت المكان موجود، بقت الحياه ومجتمع ممكن ان انا استفيد منه. قول لسيادتك ايه؟ هو في اقتراح، يعني لو دلوقتي الميه ديت ميه حلوه، لو احنا فتحنا ترعه ثانيه نازله على الصحراء الغربيه اللي هي من بعد العجمي والحتت ديت 21 وزرعوا الارض ديت بالميه ديت، بدل ما تنزل على البحر كده ومتلوثه وما فيهاش اي فايده. يعني انت تقصد ان هم يحولوا مسار الترعه؟ يحولوا مسار الترعه ديت احنا بعد 10 كيلو كده صحراء. احنا لو حولنا مسار الترعه دي مش هنقدر المكان يا استاذ على وجود قريه المكس اساسا؟ لا بالعكس، ده هيبقى فرع، يعملوا فرع ثاني. ده فرع، يعملوا فرع ثاني واستغلوا الميه ديت، يعني استغلال الميه ديت لزرع ولا حاجه تمشي في الصحراء. يعني الميه اللي احنا
بنجيبها عندنا هنا وبنلوثها وبعد كده تنزل في البحر. البحر ملهاش فايده. ازرع بيها. بص الكلام عليك كما هو في المركب. ده زي ما احنا شايفين دي ميه ناتجه عن المصنع، بس دي من الواضح ان هي ميه نظيفه. اه يعني احنا شايفين بنخلط ميه نظيفه بميه صرف زراعي بميه صرف صحي، وفي الاخر احنا بنفقد كميات من الميه، بندمر ثروه سمكيه موجوده، بندمر صحه انسان موجود في هذا المكان، وايضا بنؤثر على مصدر دخله الوحيد رزق الصياد في السمك. الصياد شغله وحياته في الميه. بس يا استاذ هو ده الاثار، ده الاصل. دي 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 جداريه اثريه موجوده في مكان طبيعي. اسمعوا ان هو في اثار هنا بس ما حدش بيفحت ولا حد بيعمل. المبنى ده الاحمر ده مبنى المكن بتاع الطرمبات. المبنى الاحمر ده من بعديه صحراء مائيه كتيره جدا. صحراء مائيه. مزارع بجد. الميه ديت نظيفه جدا، لو اتحولت الى الصحراء هتعمل شغل جامد. اخضر بيها الصحراء بدل ما انا بهدرها هنا. استني الشتاء، العرب هناك مستنيين الشتاء عشان يزرعوا عليه. يبقى ميه لازم واحد بس. يبقى ميه موجوده واخد بيها طول السنه معاهم. الاحمر ده مبنى اللي فيه الماكينات بتاعت رفع مياه الصرف الزراعي، بتصرفها علشان ما تبطنش الاراضي ما تسببش مشاكل، ولكنها في الاخر ما بيستفادش بيها. يا فندي دول ما كانوش اتولدوا لسه، دول كل اللي قاعدين دول ما كانوش اتولدوا. بنقول لك كنا بنشربه من الميه دي ويتوضوا منها وعايشين فيها، ما كانش حد بيحصل له حاجه. دلوقتي اغلبيه بيجي لهم تيفود ويجي لهم امراض. هنا الفيلل بقى بتاعت المهندسين بتوع الري اللي هم قاعدين مش عارفين اي حاجه خالص. الفيلل بتاعتهم اهي. بس انا بصراحه اسمع ان دي فيلل خاصه مش تبع حد. لا تبع. يعني هات الكاميرا هنا، لو احنا دخلنا هنا منظر طبيعي، عندنا اثار، عندنا يعني مياه ممكن ان انا استزرع فيها احسن وافضل انواع الاسماك، عندي بيئه طبيعيه ممكن ان انا اطور عشوائيات موجوده تبقى هي يعني تافي بغرض ان هي تبقى مصدر سياحي هام جدا داخل محافظة الاسكندرية. اعتقد ان هذا المكان مش هيحتاج مبلغ كبير جدا عشان اطوره. يعني انا شفت عدد المباني اللي موجود مش كتير. يعني احنا كم مثلا مني مش هيعملوا حاجة. ما تزعلش مني، انا ما بخافش من حد، خلي بالك. مش هيعملوا حاجة. جم جميع الاشكال وجميع المسؤولين ولا حد حاضر هنعمله هنسوي هنبتاع، ولا بيعمله ولا بيسوي. نتمنى ان يجي مسؤول ينفذ الكلام وينفذ الخريطه اللي موجوده للماكس اللي بقى لها 100 سنه ما فيش حد بص عليها. المايه هنا دي عميقه. عميقه بتاع 5 امتار 6 امتار. وفي حتت فيها مترين وفي حتت فيها 10 امتار، مش كلها مستوى واحد. يعني ده بص الدوامات دي بقى كده. ده فيلل هنا. في فيلل هنا. فيلل هنا خلاص اخر. ده هنا كان السمك هنا بقى ينط كده. اخر المكانات بتاعت الصرف ده اللي بتسحب من وراها بقى صحراء مائيه كبيره جدا. بتسحب وبتنزل بقى على ده. يعني احنا كده نعتبر وصلنا لنهايه نهايه الخندق. اول خندق ده بقى بيبتدي من عند ماكينات رفع الصرف الزراعي او ماكينات الطرمبات الى غايه البحر في الاسكندريه الى نهايه الكوبري. ما هو نهايه الكوبري وبيصرف في البحر في البحر المتوسط. يعني بعد ما شفنا في الرحله السريعه دي اهدار حقيقي لثروات طبيعيه موجوده في بلدنا، غياب تام لأي مسؤول أنه يطلع ويتصدى لهذه المشاكل الموجودة. إذا كنت بتكلم عن تلوث في البيئة، أكيد فيه أيضا إصابات بتصيب المواطنين في هذا المكان، خصوصا أن أنا عندي أطفال وشيوخ ونساء وشباب، أجيال المفروض أن أنا أحتضنها كدولة واستفيد من الطاقة البشرية اللي موجودة عندي.